سلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لنا ولكم القبول. هذه سنة الرسول في المعايدة، ثم نقول عاد عيدكم جميعا. حقيقة ما أدري شو أقول اليوم، من الصباح وعقلي يدور في عمر بن الخطاب. تذكرت في هذا اللحظة ودي أجيب قصة واحدة من قصصه أو قصتين. أنا وزميل شغالين في توثيق 1000 موقف من مواقف عمر بن الخطاب، الرجل العجيب الصحابي الجليل. أجيب لكم قصة. هو ولد بعد عام الفيل 13 سنة، وكان آدم البشر يعني أسمر شوي طويل، كان إذا مشى يحسبونه راكب على فرس من طوله، وكان أي أعسر أي يشتغل باليمين وباليسار، وإذا حارب يحارب بسيفين أشرمين، واحد باليمين واحد باليسار، وإذا مشى على الزاملة تسحب رجوله في الأرض من طوله. كان طويل جدا، كان يصرع كل شباب قريش تقريبا. عزم يوم أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ سيفه وجاء ماشي إلى الرسول، وفجأة همار قال له أحدهم أن خباب ابنك وأختك أسلموا، في زعل ولف ودخل عليهم في البيت وقابل خباب الأرت، وكان يقرأ القرآن ولقى أخته ولطمها كسر أسنانها من قوة، كان عنيف جدا. سمع القرآن فلان قلبه سبحان الله مباشرة، سبحان الله بعد القراءة هذه أسلم مباشرة وطلع من عندهم، ومن قوته من جبروته راح لأبو جهل ابن أخته وقال اطلع أبو جهل وعلمه أني أسلمت. ما كان أحد يستضيف، هو الرجل رقم 40 من المسلمين ومن الحريم 11 كان في ذاك الوقت. فرح الرسول فرح شديد جدا، لأن الله لأن الرسول قد دعا اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، فنصر الله بعمر الخطاب. الشاهد الموضوع يوم أسلم راح عندهم قال فين واحد نحفظ السر، قالوا فلان، راح قال له، راح ذاك عند الكعبة وقال لهم عمر صبأ وعمر أسلم وعمر مدريج، وعلم الناس كلهم فضحوا. وجاء وقال لهم أنا داخل أصلي عند الكعبة، منعوا تجمع حول 50 رجل، كان قوي جدا، صرعهم 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 حتى طاح. فجوا تجمع عليه حوالي 100 ثانيين يضربونه يضربونه على دخلة، فهربوا كلهم يوم سمعوا بني عدي اللي هي قبيلتنا راح تدافع عنه. المهم قعد حوالي 3 أيام، بعدين قال الرسول ليش نندس، ليش ما نصلي في الحرم، ليه وليه وليه من قوته؟ قال والله ما نقدر. قال يلا هاتهم، صف الصحابة صفين، وحط حمزة بن عبد المطلب الله يرحمه أسد الإسلام في صف، هو في صف، ودخلوا. كانوا الناس يوم شافوا عمر في أول الصف كلهم انكسروا كذا، ودخلوا لأول مرة يصلون في الحرم، وكان لهم مواقع يصلون فيها بفضل الله ثم بفضل عمر العنيف هذا سبحان الله العظيم. يوم جاي هاجر طلع عند الكعبة وصلى لوحده، وقال أنا طالع هاجر الآن، اللي ثكلته أمه ويبغى حرمة أولاده يترملون يلحقني، شوفوا سيفي معي وأشيائي، طلع ما استطيع أحد يلحقه من الكفار. ولذلك سمي الفاروق انفرق بين الحق والباطل يوم دخوله بالصفين، هو حمزة بن عبد المطلب، ومن هو اللي وضع التاريخ الهجري. وراح أقول لكم قصص كثيرة جدا، لكن لا أريد أن أطلع عليكم، وعيدكم سعيد، السلام عليكم.